ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى بما وهب، فأغذاك عنه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. السلام عليكم متابعينا. كيف تعرف من يحسدك؟ 10 علامات تظهر على الحاسد تجعلك تميزه ممن حولك. تابعوا معنا لتعرفوا تلك العلامات. إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هكذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة الحسد المزمومة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، فما من حاسد إلا وفي قلبه مرض. فإن الحسد صفة تورث صاحبها سوء الخاتمة. فهذا إبليس لما أبدى حسده وكبره لسيدنا آدم طرده الله من رحمته. فالحاسد شبيه بإبليس، وهو في الحقيقة من أتباعه وجنده، لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد للناس وزوال نعم الله عز وجل عنهم. فقد قال ابن تيمية رحمه الله: الحسد من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس. ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فما صفات الحاسد وكيف تعرف الشخص الحسود؟ الصفة الأولى للحاسد: الحاسد لا يبرك إذا رأى ما يعجبه، أي لا يتمنى البركة لك. وإذا رأى عليك نعمة من نعم الله عز وجل اشتعلت غيرته وتمنى لو أن النعمة زالت عنك وأصبحت له، بل إن بعضهم يتمنى أن تزول النعمة عنك ولو لم تصبح له. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. العلامة الثانية: الحاسد إذا رأى عليك نعمة أو سمع عنك خبرا سعيدا صمت وغاب فكره وتغيرت ملامحه، وقد يكون سفيها فيظهر الغضب وينكشف حسده، وقد يتعمد أذاك. العلامة الثالثة: الحاسد يكثر من التذمر والشكوى والسخط على قضاء الله عز وجل، وتراه لا يتكلم إلا على قلة حاله وسوء طالعه وقلة حظه. العلامة الرابعة: قد ترى من يحسدك وتعرفه من خلال محاولة تصيد الأخطاء وتتبع الهفوات ومعارضتك أو محاولة التقليل منك. فالحاسد يفرح جدا بأخطائك ويتجنب الثناء عليك إذا قمت بعمل جيد. العلامة الخامسة: الحاسد يكثر التحديق والنظر في نعم الله عليك كسيارة أو منزل أو جمال أو ولد أو لباس. العلامة السادسة: الحاسد شديد الفضول متطفل متتبع لعورات الناس وأشيائهم، فهو مكروه المجلس وقليل الأصحاب. الحاسد يتجنب النظر في عينيك أثناء الحديث عن نجاحك، فمشاعره الخبيثة تجعل من الصعب عليه أن ينظر إليك دون إبداء غيرته وحسده، وإذا تكلم تجنب النظر في عينيك. العلامة الثامنة للحاسد: قال لقمان الحكيم: للحاسد 3 علامات، يغتاب صاحبه إذا غاب، ويتملق إذا شهد، ويشمد بالمصيبة. العلامة التاسعة: تظهر على الحاسد أعراض الإصابة الروحية، فهو بالغالب ممسوس، وقد يبدأ بنفسه ويصيبها بالعين. نعوذ بالله من الحسد والحاسدين. العلامة العاشرة: الحاسد سيء الحال قليل الرزق كثير السقم. فالحاسد دائما تجده يقارن نفسه بك ويتمنى لو كان مكانك، وإذا نجحت في شيء يهنيك الجميع إلا هو، فأنت من وجهة نظري لا تستحق النجاح. يقول أحد الحكماء: كل عدو لك قد يصبح يوما صديقك إلا الحسود، لأنه يستمد سعادته من تعاستك، وأمنه من خوفك، وغناه من فقرك، وصحته من مرضك. ويقول السمرقندي رحمه الله في كتاب تنبيه الغافلين: ليس شيئا من الشر أضر من الحسد، لأنه يصل إلى الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه: غم لا ينقطع، مصيبة لا يؤجر عليها، مذمة لا يحمد بها،
يسخط عليه الرب وتغلق أمامه أبواب التوفيق. ولو تدبرتم سورة الفلق نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بربه عز وجل من شر السحرة ومن شر النفاثات في العقد، ثم يأتي الأمر بالتعوذ من شر الحاسد، فأذى الحاسد لا يختلف عن أذى الساحر كثيرا، فكلاهما مفسد في الأرض. وما عطف الآية على الآية السابقة إلا دليل على هذه الحقيقة. كفانا الله وإياكم شر الحسد والحاسدين والسحر والساحرين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما لنا، والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.